بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، معكم محمد ريد، طالب دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال بجامعة العربية بالسيج باسر الجزائر، في تقديم عرض لمداخلة بعنوان الإعلام السياحي ودوره في التنمية السياحية، الدراما التركية كنموذج إعلامي للتسويق السياحي وآفاق تطوير الدراما الجزائرية. شاركتني في هذه الدراسة الزميلة مسلول فاطمة الزهرة، طالبة دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال بجامعة العربية تبسي تبس الجزائر. وعلى بركة الله نبدأ في عرض المداخلة. يعتبر التسويق السياحي كنشاط تجاري له أهمية قصوى في قطاع السياحة، ومقياسا لنجاح الدول في زيادة نصيبها من الحركة السياحية الدولية بالاعتماد على وسائل الإعلام التي تعمل على توصيل المعلومات المتخصصة والصحيحة للجمهور لما يحتويها البلد من معالم سياحية طبيعية كانت أم أثرية أو أي مظهر آخر من مظاهر الجذب السياحي. فالإعلام السياحي يهدف إلى جذب السياح من خلال بناء ورسم صورة ذهنية للأماكن والوجهات السياحية، وبهذا يساهم في تنشيط السياحة للدولة، وهذا ما اعتمدته تركيا حول توجيه اهتماماتها إلى إجراء أبحاث ودراسات ميدانية وواقعية في الأسواق السياحية المختلفة، بهدف التعرف على الصورة الممثلة في أذهان شعوب المجتمعات خاصة ذات العادات والتقاليد المتشابهة، متبنية بذلك الدراما كوسيلة للإعلام بالإمكانيات السياحية التي تسخر بها لجذب أكبر عدد من السياح. فتمكنت تركيا بأعمالها الدرامية على ترويج مدنها وأماكنها السياحية، حيث ارتفعت بذلك نسبة عدد السياح نحوها لتحتل المراتب الأولى عالمياً، على عكس الدراما الجزائرية التي لم ترقى إلى مستويات الترتيب نظراً للمعوقات التي تشهدها. وواقعها الحتمي يتطلب ضرورة وضع سبل للنهوض بها وتطويرها، وجعلها وسيلة إعلامية سياحية تساهم في التنمية السياحية، تضاهي مستوى الدراما التركية كنموذج إعلامي للتسويق السياحي الجيد. ومن خلال ما سبق طرحنا الإشكالية التالية: كيف نجحت الدراما التركية كنموذج إعلامي في تفعيل التسويق السياحي بها؟ وحتى تسهل معالجة إشكالية الدراسة، نطرح التساؤلات الفرعية التالية: ما مدى مساهمة الإعلام في تفعيل الترويج السياحي والتنمية السياحية؟ كيف تمكنت الدراما التركية من الترويج للأماكن السياحية بها؟ ما هي التجارب المستفادة من التجربة التركية في الجزائر؟ جاذبية الدراما التركية كآلية للترويج والتسويق السياحي. سجلت السياحة المتجهة إلى تركيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، إذ ازدادت بنسبة كبيرة، وهو ما أرجعه عدد من خبراء السياحة إلى نجاح الدراما التركية في جذب المشاهدين الذين يتهتفون إلى زيارة الأماكن التي تم التصوير بها. وأكد خبراء السياحة أن المسلسلات التركية خلقت بديكوراتها الساحرة ومناطقها الخلابة إقبالاً كبيراً للتعرف على هذا البلد القريب من أوروبا والشرق الأوسط. وفي غضون سنة واحدة فقط، تضاعفت الحجوزات مرتين وازدادت عدد السائحين وخاصة العرب منهم والوافدين لتركيا بشكل ملحوظ، مما ساهم في تنشيط السياحة بها. الجدول رقم واحد يمثل تطور عدد السياح بتركيا خلال الفترة ما بين 2006 و2016. نلاحظ من خلاله نمواً متزايداً لعدد السياح بتركيا خصوصاً بالسنوات الأخيرة. هذا ما يرجعه خبراء السياحة لدعم الإعلام والترويج السياحي لمختلف مناطق التصوير الدرامي، إضافة إلى الجهود المبذولة من طرف الحكومة لدعم السياحة بتركيا. فتركيا بدأت بتصدير مسلسلاتها لدول الجوار كاليونان وجورجيا وألمانيا سنة 2006، ثم إلى الوطن العربي في 2008. فبلغت حصيلة صادراتها من المسلسلات 3 مليار دولار سنويا،
ارتفع بذلك عدد سياحها من 19.8 مليون سائح سنة 2006 إلى 41.3 مليون سائح سنة 2016. وكما يلاحظ من خلال الجدول ازدياد عدد السياح بشكل معتبر سنة 2011 مقارنة بسنة 2010، وهي السنة التي تم فيها بث أهم المسلسلات التركية كمسلسل حريم السلطان والمسلسل الشهير أسميتها فريحة. ولكن نلاحظ في سنة 2016 تراجع عدد السياح إلى 31.3 مليون سائح، وهذا بسبب أحداث الانقلاب العسكري الذي حدثت فيها مع شهر يوليو من نفس السنة، حيث تناقلت وسائل الإعلام هذا الخبر لجميع بقاع العالم، مما شكل مانعا ليحقق الإعلام السياحي أهدافه. الجدول رقم 2 يمثل أكثر سياح الدول زيارة لتركيا خلال الفترة ما بين 2015 و2017. وفقا لبيانات وإحصائيات وزارة الثقافة والسياحة التركية لقائمة الدول التي ترسل أكبر عدد من الزوار إليها والموضحة في الجدول أعلاه، تتصدر ألمانيا المركز الأول، تليها روسيا ثم إنجلترا، حيث بلغ عدد السياح الألمان أكثر من 5.5 مليون سائح بنسبة 15.4% سنة 2015، في حين بلغ عدد السياح الروس والإنجليز أكثر من 3.5 مليون سائح بنسبة 10.07% وأكثر من 2.5 مليون سائح بنسبة 6.93% على التوالي سنة 2015. ثم تتبع بعد ذلك قائمة عدد سائحي الدول على الترتيب: بلغاريا، جورجيا، هولندا، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوكرانيا، بلجيكا، اليونان، إيطاليا، وأذربيجان. بلغت نسبة السياح العرب من المجمل السياح القادمين لتركيا 7.73%، وهي بذلك تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد السائحين الذين يزورون تركيا بعد الألمان والروس، بأكثر من 3 مليون سائح عربي زار تركيا سنة 2015. ويأتي العراق في طليعة الدول العربية التي يزور سكانها تركيا بنسبة 2.6%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 1.26%، ثم الكويت فقطر. أما دول المغرب العربي فتحتل الجزائر المرتبة الأولى بنسبة 0.47%، في حين سجلت كل من تونس والمغرب تقريبا نفس النسبة وهي 0.27%. وتشير إحصائيات النصف الأول من العام الفارط 2021 ارتفاع السياح القادمين لتركيا بنسبة 13.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، نظرا لتأثير جائحة كورونا على الساحة العالمية مما تسبب بركود عالمي. فقد وصلت أعداد الزائرين للبلاد إلى ما يفوق 18 مليون سائح فقط. ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء ووزارة الثقافة والسياحة التركيتين، في عام 2019 حل تركيا بالمرتبة السادسة عالميا من حيث عدد السياح الوافدين إليها. كما أعلنت وزارة السياحة والثقافة التركية أن عدد السياح الذين زاروا تركيا بلغ 51.7 مليون زائر، محققين بذلك رقما قياسيا وقتها مقارنة بالأعوام التي تسبقها. ويبلغ عدد المدن التركية 81 مدينة، لكل منها ميزاتها التاريخية والثقافية والطبيعية الخاصة، تقدم خيارات ومزايا سياحية مختلفة لزائريها. فتوجد مدن ساحلية وترفيهية لمحبي الترفيه والمغامرات، ومدن تحتوي على العديد من الأماكن الأثرية والدينية لعشاق التاريخ. وتجذب المدن التركية بلا استثناء أعدادا متفاوتة من السياح سنويا، أبرزها خلال سنة 2019. إسطنبول استقبلت ما نسبته 28.9% من المجموع الكلي لعدد السياح الوافدين لتركيا، أي قرابة 14.7 مليون سائح. أنطاليا 28.3% بما يفوق 14 مليون سائح. أدرنا 8.4% بما يقارب 4.4 مليون سائح. مقلة 6.3% ما يفوق 4.2 مليون سائح. أرتافين 4.1% ما يقارب 2.1 مليون سائح. طرابزون 4% أي ما يفوق 2 مليون سائح. كما تسعى تركيا إلى الخروج من الجائحة الصحية العالمية لفيروس كورونا، وضاعفت هذه الأرقام بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية العام القادم 2023. من النتائج المتوصل إليها من هذه الدراسة نجد: لا يعتمد في عملية تشكيل الصورة الذهنية للمقصد السياحي على توصيل المعلومات عبر وسائل الإعلام التي ترسم الصورة المعرفية فقط،
وإنما تعتمد أيضا على الحوافز والخبرات السابقة والخصائص الاجتماعية والديموغرافية والعوامل الشخصية التي ترسم الصورة العاطفية لإعطاء صورة الشاملة للمقصد السياحي. إن الأعمال الدرامية بالجزائر تشوبها العديد من العراقيل، فضعف لم نقل رداءة الصناعة الدرامية التي تفتقد للسيناريو والديكور المعتمد في جلها على التصوير الداخلي، قللت من مكانة المقاصد السياحية الطبيعية والتراثية التي تزخر بها الجزائر في مختلف ولاياتها ومناطقها، على عكس ما قامت به تركيا في مجال ترويج وتنشيط السياحة بها. لا يستوجب علينا نكران ما حققته بعض الأعمال الدرامية الجزائرية من نجاحات، إذ لابد أن يكون هذا الأمر كنقطة انطلاق وارتكاز لتشجيع وتحفيز مجال الدراما وتطويره، بغية تحقيق نسب مشاهدة عالية مثل ما حققته نموذج الدراما التركية، لاستقطاب السياح من خلال رسم صورة ذهنية للمقاصد السياحية الجزائرية كنهج تسويقي جديد في مجال السياحة الوطنية. ضرورة إلى الأهمية لإنتاج مزيد من الأعمال الدرامية وتوسيعها على مدار السنة عوض اقتصارها فقط ضمن الشبكة البرامجية الرمضانية، فلا يخفى على أحد أن الدراما في الجزائر محصورة في شهر رمضان فقط، والقليل من يحوم خارج هذا السرب. هذه العادة السيئة باتت معروفة في الجزائر، ويتم ملء هذا الفقر بإنتاج السيت كوم والسكاتش على حساب الأعمال الدرامية القيمة ذات سيناريو محكم وموضوع مهم وحوار مقنع. وفي هذا السياق نعرض قائمة لبعض الأعمال الدرامية الجزائرية التي كانت بارزة في رمضان العام الفارط: عاشور العاشر في جزئه الثالث، بنت البلاد، سبع حجرات، يما، مشاعر في جزئه الثاني، بابور اللوح، النفق، ليام، والمليونير. رغم أن الجزائر تزخر بكتاب وروائيين كبار، كان الأجدر التوجه إليهم لإنقاذ أزمة السيناريو في الدراما الجزائرية، لكن الاختيار كان بالتوجه نحو نصوص تركية، فإما الاقتباس منها أو الترجمة الحرفية لها، وهذا ما لاحظناه في الموسم الرمضاني الفارط في كل من مسلسل بنت البلاد ومسلسل مشاعر، لتصبح الدراما التركية منقذة للدراما الجزائرية، حيث انتعشت هذه الأخيرة بنفس تركي. وجب على الدولة وتحديدا وزارتي الثقافة والسياحة والصناعة التقليدية تسطير استراتيجية على المدى القريب والمتوسط بالتعاون مع المخرجين والمؤلفين والكتاب الجزائريين وكذا المهتمين بالسياحة والثقافة لإرساء تعاون مشترك دعما للسياحة الوطنية من خلال مختلف الأعمال التلفزيونية والسينمائية. وفي الأخير يسعني أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين على هذا المؤتمر وكذا كل المشاركين والضيوف الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.